وفاء هي اللي هي تمام، احكي لي يا وفاء. هو انا من زمان كان نفسي اشترك في البرنامج، وكنت دايما طبعا متابعه البرنامج من زمان، ولما لقيت فتحوا باب التقديم قدمت للعيله والحمد لله جينا التصفيات. مين وافق ومين اعترض؟ لا هو كله وافق، ما كانش في حد فينا لما اعترض. ايوه عايزه تبقي دكتوره زي دعاء. ايوه ان شاء الله. اشمعنى بقى؟ هو انا عامه حابه المجال الطبي وعايزه اكون طبيبه بشريه ان شاء الله، وبرضه يعني برضه اكون زي اختي. تخصص ايه؟ هو صراحة لسه ما حددتش، لان في دعاء تاخد القرار الاول ولا ايه؟ لا على حسب يعني، لان يعني ممكن احدد حاجه دلوقتي ولما ادخل الكليه الاقي نفسي غير رايي. غير رايي، فانا قلت لما ادخل. وارد جدا، بيحصل كده كتير. نسال دعاء. ازيك يا دعاء؟ اهلا بحضرتك. حتى تخصصي ايه؟ والله يا قضاء برضو، بس يعني انا نفسي في القلب والاوعيه الدمويه. تمام، اشمعنى القلب؟ هو أنا طبعاً متأثرة بدكتورنا مجدي يعقوب. يعني سبحان الله، الدكتور مجدي يعقوب مؤثر في مصر كلها. طبعاً مؤثر بشكل غير طبيعي. أكيد. في الجيل الجديد هو بيقدم رسالة إنسانية قبل أي حاجة تانية، وهو ده اللي جعل من دكتور مجدي يعقوب قدوة لنا كلنا في الطب. نحيي كلنا دكتور مجدي يعقوب.